رحمة الله وبركاته. نجدد التحية ونلتقي في فيديو جديد نتحدث فيه عن نباتات العائلة القرعية، بالطبع أشهرها نباتات الأتة أو القثاء أو يطلق عليها الفاقوس. طبعا نباتات العائلة القرعية هذه ثمار الأتة أو الفاقوس. نباتات العائلة القرعية نعرفها هذه الأتة وغرقها الخيار والكنتالوب والكوسة والبطيخ، وكبار السن يتذكرون الشمام من أطعم الخضروات الصيفية البطيخ. وبمناسبة البطيخ، البطيخ يعتبر من الخضروات مع أن الليمون المالح من الفاكهة، فهذه تقسيمة علمية لأن الفاكهة دائما تستلزمه أشجار، أما البطيخ رغم أنه بنسبة سكريات فهو خضروات لأنه نبات عشبي يجدد زراعته سنويا، أما الفاكهة فهي أشجار أو شجيرات معمرة. يبقى مرة أخرى، البطيخ رغم أنه نسبة سكريات فهو من الخضروات، أما الليمون فهو من الفاكهة. إذن ما زلنا نتحدث عن نباتات العائلة القرعية، ونتحدث اليوم أول سبتمبر 2021، نودع الموسم الصيفي ونستقبل الخريف. بالطبع هذه نباتات الأتة كما نقول، ونتذكر ونحن نشاهد نباتات الأتة المثل الذي يقول عندما نأتي لنسخر من بعضهم نقول فلان يأكل في أتة محلولة، وحل الأتة هو جمعها، وكما ذكرنا هي تفصل من هذه المنطقة، فنقول جمع الأتة يسمى حلها، أو نقول يأكل في أتة محلولة أو مجموعة. عن الأتة وعن نباتات العائلة القرعية، وهذه الأزهار، هذه الأزهار التي تعطينا الأتة، هذه الأزهار يتم التلقيح ثم الإخصاب ثم تكوين الثمار، والثمار هذه ثمار الأتة. عن الأتة هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. شكراً.